لي سعيد انا بغيت نتكلم معك على واحد الصوره اللي خلقات دالله، هي لافيس ديال واحد الحفل اللي كان من المقرر انه تكوني فيه، ومع ظهور فنانه اخرى حيدتي لافيس ورازت لقاءات كثيره على انه انت ما كنتيش في الحفل وليتي في الدقيقه الاخيره. وشوف كيقول لك كل واحد اليوم اول تصريح كل واحد يلغي بالغاء، كل واحد تعتمتي على انك تتكلمي على هذا الموضوع. انا تعتمت لانه ما كنتش عاطي كاع الموضوع هذه الاهميه. علاش؟ لانه قلت عاوتاني غادي نرجعوا عاوتاني السيناريو ديال 2019 وغنبداو في هذا الفيلم. فانا بالنسبه لي استدفعت الموضوع، ولكن من البارح واليوم كنسمع كل واحد كيعطيني فيرسيون، كل واحد كيقول لي قالت لي قالت لي مدام صفاء، قال لي سيد عصام. يعني أنا مشاركتي في الحفل هي من باب الأخوة ومن باب المحبة فقط. فأنا إلا كنت كنشارك في هالدورات كاملة ككل الفنانين، فاحنا مشاركين فقط لإرضاء جمهورنا، متعطشين بدون نشوفوا جمهورنا في كل المدن، ليس فقط دورة ديال أكادير. ولكن ما يصادف أنه نفس السيناريو اللي في 2019 كيتعاود، يعني ما يمكنش. فأنا بالنسبة لي اللي نبغي نقول احتراما للجمهور الكريم والكل المتتبعين، يعني هو بغف يعني بكل عجاله باش ما نعطوش الموضوع اكثر من حجمه، لانه اللي اكتشفت يمكن ولا كيدار هادشي للبوز، ما هادشي اللي ولا كيبان ليا. اول حاجه بغض النظر على المشاركين، احترامي لا مشروط لكل واحد مشارك في هذا المهرجان، سواء كان مشارك من قبل او يلاه جاء وشارك. فانا صدري رحب، العمل كيجمعنا كاملين، كنرحب بكل واحد. بغض النظر على الخلافات كنتي تقدري تتلاقاي معه؟ رغم الخلافات تيران والملعب كيسع الجميع، ليس فقط سعيد شرف، لست بانني ومشي تربيتي، ولكن اللي كنبغي نقول الاخوان لا السيد عصام ولا السيده صفاء هما كيعرفوا مزيان، هما كيشوفوني الان الا كانوا كيشوفوني ما عارفين مزيان، بانهم تواصلوا معايا قبل ربع شهور واتفقنا على الحفل وصيفط لهم التصاور وصيفط لهم الفيديو من روتردام، عندي ما يثبت لا ما يعني لا تم تكذيب او اي شيء. فانا حاضره ناظره من هاتفي الشخصي يشوفوا اللي بغاو، لانه مديتي منظمي الحفل بارقام فنانين اخرين، ودي حاجه ما كاينش بيان سور، لانه كانت غتشارك كانت غادي تشارك نجاة عتابو، كان غادي يشارك مهدي مزين. علاش ما شاركوش؟ ما نعرف، يعني ربما لي اختلافات في اشياء معينه الله اعلم. من بعد اللي كنعرف انا بغض النظر دوك نذكر اسماء ديال المشاركين، احترامي لا مشروط للجميع، الساحه كنقول كتسع الجميع، ولكن اللي ما يعجبنيش هو طلع الكرمه شكون اللي قالها لك. باش انا حتى نهار 10 وانا مصيفطه لك تصاور يا سي عصام والسيدة صفاء، ونهار 11 اللي هو النهار اللي تحطوا فيه البوستات وقلتي لي حطي البوست، صيفطتي لي البوست بيدك، عندي ما يثبت في الايميل وعندي ما يثبت في رقم الهاتف ديالي الشخصي، فقلتي لي حطي، طلع الكرمة شكون قالها؟ حطيتي الصوره حطيت البوست من وراه بربع ساعه بالضبط، حطيت البوست كيقول لي عافاك سيل دو بلي سعيده فونلفي لو بوست. ولكن علاش انت قال لك حتى نحطوا حنا الاولين؟ شوف حتى الاخر لحظه يعني انا كاينه، قال لك نحطوا حنا الاولين. كتقولي هو اللي قال لك حطي؟ قال لي حطي. من بعد ما نعرف اش وقع، الله اعلم في الكواليس شنو كاين، هادشي كيخصهم هما وراجع لهم هما، ولكن كنقول لهم شكرا جزيلا. علاش؟ شكرا جزيلا اخت كافتو، لانه سنحوا لي اول حاجه انه رب ضارة نافعة، انه جاني حدث كبير وكبير جدا. الشيء الاخر اولوياتي واهتماماتي حتى ببيتي، شتي غير نعس ونشوف ولادي ونقعد معاهم عندي الفضل، زائد الحاجه الثالثه واللي ما عارفينهاش وربما الجمهور كامل يمكن ما كيعرفهاش، انه على مدى 7 سنوات الفنانين كلهم مع احترامي لهم كل شيء كيشارك فابور، خدمتو فابور كل شيء بالمجان. فعلاش هاد المطايفه وهاد المخاصمه وبالمجان؟ علاش زعما؟ ما كاينلاش. احترامي لكم جميعا، الله يوفق الله يكملكم ويكملكم، ولكن باش تعيطوا لي مره اخرى وديروا هاد يعني هاد السيناريوهات عيب وحشومه. ومع ذلك يعني حتى لو ما تمش اعتذار تم واحد الاوديو لا غير سمحي لنا راه كان مشكل مع الاوتيل مع هذا، لا ما يمكنش. ف مره اخرى كنقول لهم شكرا جزيلا، انه رب ضارة نافعة، والله يوفق. تحياتي للجميع، المطايفة على فابور ما كاين لاش. شكرا لكم.